أرادوا إضاءة سماء بغداد ففعلوها، ومعها أطلقوا صفيرة البداية لحملاتهم التطوعية. شباب من شركة طماطة برودكشن جروب يخطون أول خطوة في حملة يلا نضويها لإعادة الروح لمعالم العراق التراثية والثقافية، والبداية كانت مع نصب إنقاذ الثقافة. نضويها هي حملة أطلقتها شركة طماطة برودكشن البريطانية، وهذه الحملة تهدف إلى إعادة الروح وتسليط الضوء على معالم بغداد والعراق التراثية والثقافية، وذلك من خلال حملات تطوعية، مهرجانات، بازارات، فعاليات فنية وثقافية أخرى. عسى ولعل أنه تأخذ هذه الأماكن التاريخية والثقافية موقعها الصحيح، وأيضا تنتشر وتتجه إلى العالمية. الكرنفال الثقافي تضمنت فصوله فعاليات عدة تنوعت بين بازار للصناعات اليدوية ومعرض للكتب مع فقرات لفرقة موسيقية وعروض فنية. حدث مغاير شهد حضوراً من العوائل والشباب. احنا جزء من مهرجان يلا نضويها، احنا مختصين بقسم الكتب اللي هي الروايات وتنمية، وكذلك مختصين بدفاتر الملاحظات وغيرها. احنا مهتمين بنشر الثقافة، عندك جيل شباب مبدع لازم نستثمره بأحسن استثمار. كرنفال حلو، بطاقات شبابية كلش حلوة. احنا بحاجة هي تشي، لأن بغداد تدري هي دار السلام، فأنا حسيت هنا أنا أكون نشر للسلام. جهود تطوعية من شباب يرومون عكس صورة معالم العراق إلى العالم بطريقة مختلفة، لكن تلك الجهود تحتاج لتعاون من الجهات المعنية معها كما يرى الحاضرون، لاختصار الخطوات في مسار الوصول إلى ذات الهدف. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.